وهذا رجل آخر يقول: لي جارة تدعى فاطمة، لها 3 أولاد ذكور هم علي وزكي ومحمد، وجارة أخرى تدعى زينب، لها بنتان هما سكينة ورقية. رضعت سكينة من فاطمة، ويريد محمد التزوج برقية، فهل هذا جائز شرعا؟ إذا كانت سكينة بنت زينب قد رضعت من فاطمة 5 مرات فهي أخت لابنها محمد ولكل أولادها، لا يصح لأي ولد منها أن يتزوجها. أما زواج محمد من أختها رقية بنت زينب فجائز، لأن رقية لم ترضع من أمه فاطمة، ولم يرضع هو من أمها زينب، ولم يجتمع على ثدي واحد. والله أعلم.